بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن طبقة النهار في الفضاء. هذه الصورة الحقيقية لسطح الأرض الملتقطة من أحد مراكب الفضاء من قبل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. كيف تظهر أن النهار ما هو إلا طبقة رقيقة جدا تغلف سطح الأرض، وهي تماما كالجلد الذي يقلف جسم الدابة. مع دوران الأرض نرى هذه الطبقة وكأنها تنسلخ من على ظهر الأرض سلخا. هذا هو حقيقة ما نراه في الصورة، ولكن القرآن حدثنا عن هذه الصورة. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وآيات لهم الليل تسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والسؤال: ألا تشهد هذه الآية على إعجاز كتاب الله تعالى في هذا العصر؟ والله أعلم.